طالبين ضيف الله. مرحبا بكم، شرف لينا. الله تقدم لي. معك أنس هدود، مسير تعاونية الهدود للفن والديكور، حاصل على جائزة أمهر صانع لسنة 2014، ابن محمد هدود حاصل على الجائزة الوطنية لست مرات لأمهر صانع تقليدي، وتنتمناو من الله نكونوا خير خلف لخير سلف إن شاء الله، ونورثوا هذا الموروث ونزيدوا الشباب حين أغلب الحرف بدات في الانقراض ديالها. وقلنا لما لا بعد كملنا الدراسة والمسائل تعلمنا لهاد الحرفة ولينا معلمين فيها. حرفة بوك لي غلبوك. هادشي اللي كاين. دابا أنت يعني كتصنعوا هادشي. تنصنعوا ومن بعد كتبيعوا. وتنبيعوا، حنا هما الصناع ديال هادشي الحمد لله. كاين شي إقبال عليه؟ الحمد لله كاين الإقبال واخا ضعيف شوية، ولكن نتمنوا من الله خير الحمد لله. والصعوبات اللي كتلقاوها في هاد الحرفة هادي؟ الحمد لله الصعوبات هو المواد الأولية تزاد في الثمن، القدرة الشرائية ضعيفة شوية ديال الناس، خرجنا شي سيوفة اللي رخاص شوية على حساب الناس ديال الطبوريضة اللي مهتمين بهذا المجال، أما السلعة اللي بالنقرة والذهب وخدمة مزيانة تتبقى صعيب تباع. صعيب. الثمن ديالها باهي. باهي حيت نظرا للمواد الأولية تتشريوها حنا بواحد الثمن اللي باهي، عاد خدمتنا حنا عاد الوقت ديالنا، تدلي أنت تشوف شي بعد خطرة تتسمح في الوقت اللي خدمتي انت فيه، هي تقبتي لا ماتيغ بخومي غلي تاخذ راس مالك كما كيقول راس مالك والدور ناعورة ناعورة. هادشي اللي كاين. شي صانع تقليدي، انا صانع تقليدي وبارتي في نفس الوقت. تبارك الله. كتبورد وكتصوب. كنتبورد وكنصوب، عندي مشاركات من 2017 اللي هي في دار السلام في جائزة الحسن الثاني في 2017 2019 و2020 و2022 الحمد لله. تبارك الله. وعندي ميداليات فتيه نحاسيه وهذا. حنايا كنصاوبوا السكاكن، السيوفه ديال المعدن ديال النقره ديال النحاس كلشي. كنصاوبوا المكاحل القدام والجداد، كنديروا التجديد ديال المكاحل بحال المكاحل الروميات. كاين مكاحل روميات كنديروا الزناد الرومي والحاضي الرومي، والجعبه كنديروها جديده مع ولا دابا البارود الريسك على عباد الله. كنديروا كنحيدوا ديك الجعبه الروميه، كنخليو الزناد هادو العشاق ديال الرومي، وفي نفس الوقت بغاو السلامه لان الرومي كاين الفرق ما بين المكحله الاصيليه والمكحله الجديده. المكحله الاصيليه كانوا مواليها. شكون اللي علمك هاد الحرفه؟ علمها لي جدودي، كاين الحاج مبارك الابيض اللي هو اللي علمها للوالد ديالي، والوالد ديالي علمها لي. داكشي بحال قلتي جاي عندنا موروث تطبر هذا حتى هي علمها لي جدتي. بخلك في يدك. بخلنا في يدينا وطرق لنا ودنينا. التعاوني ديالنا كتصارع على السرج المغربي الاصيل، وكتصنع على اللوازم الفرس والفارس لا من السرج ولا دم الترشيح. يعني كتصنعوا وكتبيعوا؟ كنصنعوا وكنبيعوا، كنديروا المعارض وكنديروا المواسم، والمعارض الفرس الجديده كيعطينا واحد الفرصه باش نتلاقاو. اليوم ضيوف في المعارض الجديده. حنا الدوره السابعه ديالنا في معرض الفرس الجديده. هذه الدوره 13. هذه الدوره 13 بالنسبه لنا حنا الدوره السابعه. انتما يعني سبع سنين وانتم كتجيو لهذا المهرجان. كنشاركوا في هذا المهرجان ديال معرض الفرس الجديده. معرض الفرس كيعطينا واحد الشهره للتعاون ديالنا، وكنشدوا منه واحد عدد ديال الزبناء بفضل الله وفضل المنتوج ديالنا. كيشوفوا المنتوج في المعرض وكياخذوا العظام الترشيح الفاس الركاب الجام جميع لوازم الفرس والفارس عندنا. انتم عندكم يعني جميع اللوازم ديال الفرس وديال الفارس حتى هو؟ ديال الفارس من الشلال من الثوب من الحياك من القفاطن من الرزام من السروال القنطريسي. حنا بالنسبه للمنطقه ديالنا وادزم بالجعد تقريبا كنلعبوا اللعبه الشرقاويه.